قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفاء، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا ولا أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة. سائل يسأل عن صحة حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الحديث ضعيف الإسناد. وكذا يسأل هذا السائل عن صحة حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أقول أيضا هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذا فإن السائل يسأل عن حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، الحديث أيضا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله فيك. وفيك بارك الله. فضيلة الشيخ، عاد أذكر اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين بقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وبقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأحذرهم بقوله تعالى ومن يقتلد منكم عن دينه وامت وكافر فأولئك حبط عملهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شكرا على تذكيرك، جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. السلام عليكم. يسأل الأخ السائل عن صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل نائم على بطنه وفي ضجعته تلك ضجعة يبغضها الله، وفي بعض الروايات أي ضجعة المغضوب عليهم، الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير شيخ مصطفى. تفضل وياكم. شيخ مصطفى، سبق أن صوتك في حلقة من الحلقات بحديث فأنظر بهن أبي، وما أدري هل الحديث صحيح أو ضعيف. هو في ثنايا حديث الحديث في سنده مقال، الحديث في سنده مقال، لكن وردت له عدة طرق هل يعضد بها أو لا يعضد بها، عذرا ما أسعفني الوقت لمراجعة ذلك. شكرا. من تعزى بعزاء الجاهلية. نعم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أقول يا شيخان، لكل أب هو على حمد الله وأن أبناءه لا يفعلون المعاصي وأبناءهم على أن أباءهم جزاهم الله خيرا. بارك الله فيك وشكر الله لك. وشكر الله لك. شكر الله لك في الموهوم بلك وشكرت الواحد وبلغ أشده. الله يبارك فيكم، حفظك الله. على العموم هذا ليس بحديث عن رسول الله، بورك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقك بره، ليس بحديث عن رسول الله، إنما هو دعاء مأثور عن بعض السلف. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا شيخ. وحياك.
كثير شيخ، أقول أستغفر الله أكثر منها وأستغفر الله وأتوب إليه. نعم. أستغفر الله كثير، أقول أستغفر الله وأتوب إليه ولا أستغفر الله فقط. الاستغفار له صيغ متعددة، منها استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أو من صيغ الاستغفار رب اغفر لي رب اغفر لي، أو رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، أو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالاستغفار صيغ متعددة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول يا شيخنا المتزوجين بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير، وأما المجرمين فأنا نقول لهم معذرة إلى ربكم الذين بارك الله فيك. شكر الله لك، بارك الله فيك، وصلت رسالتك، تريد أن تذكر إخوانك. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السيرة هنا شيخ، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما فهمت السؤال. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. هي من ناحية الجواز تجوز بهذه الصيغة، لكن هناك صيغ أخرى وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام متعددة في الصحاح وغيرها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك عبد الرحمن الفيوم. نعم. معك عبد الرحمن الفيوم. تفضل يا عبد الرحمن، بارك الله فيك. أحبك في الله ربنا يبارك فيك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأتمنى أن تدعو لي بقرار الخير. الله يوفقنا وإياك وسهل أمرنا وأمرك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. سؤال يا شيخ. نعم. ظهور القدرة، ظهور القدرة بعد الاغتسال، بعد ظهور العلامة، يعتبر حيض أم ظهر؟ عفوا، مدة الحيض انتهت أو ما زالت باقية؟ حتى الخامس، على الخامس، لكن كانت في الأول السادس أو السابع. أيوه. يعني وتتأرجح في على العموم السفرة والقدرة بعد الطهر لا اعتبار لها. فإذا رأت المرأة القصة البيضاء، رأت علامة الطهر المتمثلة في الجفوف، وانقضت مدة حيضتها، فلا اعتبار للسفرة ولا للقدرة، لا بعد رؤية الطهر ولا قبل بداية الحيض، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. على ربنا الأذان والإقامة. وعليكم السلام. ما السؤال؟ ما صحة الحديث الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة؟ صحيح، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا، سنده صحيح. هذا ويسأل سائل عن صحة حديث الصمت عند ثلاث، عند الجنازة وعند لقاء العدو الحديث، كمرفوع لا يثبت، ولكن ثبت أن هذا كان من فعل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يستحبون الصمت في هذه الأماكن أو هذه الأوقات، والله أعلم والأحوال. السلام عليكم. عليكم السلام. معك عبد الرحمن فضيلة الشيخ. اتفضل. أربعة أسئلة حضرتك تجاوبهم لي بعد ما خلص. خير إن شاء الله. ماشي. حكم الفكر أثناء خطبة الجمعة، يعني أثناء خطبة الجمعة وقاعد أسبح أو أصلي على رسول الله، ده السؤال الأولاني. الإنصات هو اللازم. الإنصات هو اللازم. الإنصات يلزم، الإنصات. أيه.
وليس التسبيح أو الصلاة على رسول الله. لم يرد، لم يرد أن الصحابة كانوا يسبحون والنبي يخطب، لم يرد هذا. يا ربي بارك فيك. السؤال الثاني، كنت في بلد عربي أكرمهم وحفظهم الله، وكانوا يقصرون الصلاة في أقل من 80 كيلو، هل ورد؟ ورد عن بعض السلف، ورد عن ابن عمر نحو ذلك، ورد عن ابن تيمية نحو ذلك، وعن عدد من العلماء يقولون ما يطلق عليه سفر تقصر فيه الصلاة، وردوا ذلك إلى العرف. يعني كم كيلو تقريبا؟ مش بالكيلوات، يعني مثلا كان ابن عمر ابن عباس يقول نحو من جدة نحو من الطائف بهذا التقريب. أما حديث كان إذا سافر ثلاثة فراسخ قصر الصلاة، فرسخ ثلاثة أميال فمعلول. تمام. السؤال اللي بعده الثالث، الحديث رجل كان يشرح حديث الرجل الذي كان يطوف حول الكعبة ويقول يا كريم، ويردد الرسول صلى الله عليه وسلم يا كريم، وفي نهاية الحديث لئن حسبني ربي لأحسبنه على عفوه وعلى كرمه وعلى جوده، هل ورد؟ لا أصل، لا أصل له. أنت حضرتك متأكد من الحديث؟ لا أصل له. لا أصل له. نعم. يا ربي بارك فيك. طيب السؤال الأخير. تفضل. صيغة الصلاة على رسول الله، هل وردت الإبراهيمية فقط؟ ولا وردت الصيغ الأخرى اللهم صل على محمد؟ وردت عن رسول الله عدة صيغ في ذلك. نعم. وردت عن رسول الله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته عدة صيغ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أقول يا شيخنا لكل من قال لنا بارك الله فيك وكان على ذلك أو نحو ذلك وفيك ولك بالمثل وأفضل. يعني إما عفوا يا أخي الكريم، أنت مش فاهم، يعني أنت تسأل أو تخبر، هذا المقام مقام فتاوى، لك سؤال اتفضل اتفضل بطرحه، عذرا لك سؤال اتفضل بطرحه. أما نقول لفلان وتدعو لفلان وتدعو لفلان وقد تدعو بأحاديث ضعيفة، فهذا المقام مقام فتاوى، بارك الله فيك. السلام عليكم. شكرا. نعم تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام الشيخ، إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أشير سؤال. تفضل. هل الغناء حلال أو حرام؟ الغناء، الغناء المصحوب بالموسيقى، الموسيقى حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. أما الغناء المجرد عن المعازف فلا بد فيه من التفصيل، إذا كان غناء يحمل كلمات طيبة وفي الأفراح، فالنبي قال لعائشة ماذا كان معكم من اللهو من اللهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. إذا كان يحمل كلمات فاحشة خبيثة فالله لا يحب الفساد. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه شيخ مصطفى العلوي. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. والله انا عاوز اعرف حديث النبي عليه الصلاه والسلام. اي حديث؟ ان الرسول عليه السلام يقول بين كل اذانين صلاه. نعم، المراد الاذان والاقامه. الأذان والإقامة. نعم. طيب سنة الظهر القبلية يا شيخنا. نعم. سنة الظهر القبلية. مالها؟ قبل الأذان ولا بعد الأذان؟ بعد الأذان. سنة الظهر القبلية بعد الأذان. ولا صلاة قبل أذان الظهر بمدة 5 أو 10 دقائق، لأن هذا وقت الزوال، وقد نهى النبي عن الصلاة فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله على شيخ. تفضل. عندي سؤالين. تفضل. والدي متوفي، هل زيارته واجبة ولا لم أزره؟ هل أنا علي ذنب؟ لا، مستحبة. ما
مستحبة ليست واجبة، لقول النبي زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، هي مستحبة. يعني ما هي واجبة. وبعدين هل يجوز أن يدعو له في المساجد بس كل دبر صلاة؟ يجوز أن تدعو له دبر كل صلاة. نعم. سؤال ثاني. نعم. الزوج الذي لا ينفق على زوجته، هل يجوز للزوجة الرفض للجماع لها؟ هل يجوز للزوجة ماذا؟ أن ترفض الجماع لأن لا ينفق عليها. لا ينفق عليها. هو موسر أو معسر؟ لا هو غير معسر. يعني إذا كان يرفض الإنفاق عليها فلها أن تمتنع من الجماع، جزاء سيئة سيئة مثلها. ويجوز لها الطلاق إذا طلب الطلاق. إذا طلبت الطلاق للضرر وأثبتت الضرر جاز لها أن تأخذ حقوقها كمطلقة. جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم وإياكم. يسأل عن معنى تطليقة واحدة بائنة. تطليقة واحدة بائنة معنى أنه طلق زوجه تطليقة واحدة وبانت منه، يعني انفصلت عنه. إما أن تنفصل عنه بسبب انقضاء مدة العدة فيقال بانت منه فلا تحل له من بعد إلا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود، أو نقول بانت منه بمثابة الخلع، اعتبرين الخلع تطليقة واحدة بائنة، يعني قالت خذ صداق الذي أعطيته لي أو خذ أي مبلغ قل أو كثر وطلقني، فيقول لها أنت طالق مقابل المبلغ الذي أخذه، وتكتب في وثيقة الطلاق كلمة تطليقة واحدة بائنة، أي أنه لم يعد له سلطان عليها إلا إذا تزوجها من جديد برضاها وبرضا أوليائها وبصداق وشهود. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن هذه التفريقات التي تكون بين المسلمين في بعض البلاد، هذا مصري وهذا كويتي وهذا سعودي وهذا يمني ويفرقون بناء على هذا. أقول تلك من نعرات الجاهلية، فإن الله سبحانه إنما جعل الشعوب والقبائل للتعارف، قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وبعد ذلك بين من هو الأكرم عند الله وعلى الله، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرب بلالا الحبشي، صهيبا الرومي، وسلمان الفارسي، وغير هؤلاء من الموالي كثير وكثير. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. يقول هل يجوز لشخص عنده بنات أن يعرض بناته على شخص صالح أو بعض بناته على شخص صالح للزواج بها؟ يجوز ذلك. قال العبد الصالح لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وقال عمر لأبي بكر لما تأيمت حفصة مات زوجها، قال عمر لأبي بكر هل لك يا أبا بكر في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ فسكت أبو بكر، فذهب عمر إلى عثمان وعرض عليه نفس العرض، فقال عثمان أنظر في أمري، ثم قال بعد قد بدا لي الليلة ألا أتزوج. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. تفضل. صديق عندي سؤالين بس. اتفضل. السؤال الأولاني ممكن الجمع بين الركعتين بتاعت المسجد والوضوء وسنة الوضوء مثلا في ركعتين بس؟ السؤال الثاني ممكن يجوز بين يجوز يجوز تحية المسجد مع سنة الوضوء يجوز. نعم. تحية المسجد مع سنة الظهر
يجوز ايضا تحريك المسجد مع سنه الوضوء مع مع مع, مع سنه الظهر يجوز كل هذا جائز فرق اي يجوز لان النبي قال عند الوضوء عند الوضوء جمع من الفم والانف مره واحده جائز ايضا ورد يعني غرفه جزء منها للفم وجزء للانف جائز بس يعني الفم الاول بعدين الانف نعم والانف بالشمال مره الثانيه ومره الثالثه نعم طب بالنسبه للتشهد التشهد الاخير السلام عليك ايها النبي ولا السلام على النبي تعليم الرسول السلام عليك ايها النبي نعم طيب يعني في قول يا أخي علم الرسول ابن مسعود التشهد كما يعلمه سورة من القرآن السلام عليك أيها النبي ففي أيها النبي تعليم رسول الله ولا ستقول الآن قل أعوذ برب الفلق ستقول كما قال الضلال أعوذ برب الفلق دون كلمة قل هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات هذا وأحذر الجميع جميع المسلمين من المذاهب التي وفدت إلى بلادهم تلك المذاهب المارقة كالتشيع البغيض والرفض الخبيث والتوقف والتكفير والتبديع وكذلك الديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من مذاهب الهدم ومعاول الهدم التي دخلت على المسلمين في بلادهم هذا وأختم بسؤال الله سبحانه وتعالى أن ينقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود العابثين الظلمة الأثم الفجر فاللهم عليك بهم وبمن يشيعهم اللهم آمين أذكر الجميع بالإكثار من دعاء الله لعل الله أن يصيب هؤلاء القوم اليهود بعذاب من عنده اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.